طبعا يعني بالنسبة للتدريب القوي للمحافظة الجنوبية عشان ما تزال به من مشروعات وانجازات على مدار العام الماضي، ويمكن في خلال العام الماضي ان نلخص التعاون والتنسيق التام بين وزارة الاوقاف ومحافظة الجنوبية. هذا التعاون البناء والمثمر تجلى في مواقف عديدة، بدءا من المشروعات التي تقوم بها المحافظة والمبادرات الهامة التي كانت تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأهمها مبادرة 100 مليون صحة. وما كان من اجتماع تنسيقي بين كل الجهات التنفيذية، وكان لحضور وزارة الأوقاف والأزهر ورجال الدين لما نقدره من دور واضح لهم في المجتمع، أثر واضح في نجاح كل هذه المبادرات ووصولها إلى المواطن البسيط على أرض محافظة القليوبية بكل المصداقية وبكل التقدير. يعني الحديث يطول، ومعالي الوزير له فعلا كل التقدير لما يكل به محافظة القليوبية من دعم وعون مستمر، ويمكن يأتي على رأس هذا التقدير مشروع صكوك الأضاحي الذي أعتبره ناجحا بكل ما تحمل هذه الكلمة من معاني، ناجح في الدعاية والتخطيط والتنفيذ والمتابعة وحتى التوزيع الذي يتم تحت إشراف معالي الوزير بكل الاحترام للمستحقين لهذه الصكوك. أيضا ظهرت المدن في كل المحافظات هذا العام في وقت عيد الأضحى بالصورة اللائقة، بالصورة الحضارية، بمنع تلوث البيئة ومنع إهدار مبلغ كبير جدا ولحوم كثيرة جدا كانت يعني تهدر في هذه المناسبة. هذا يضيف إلى دور وزارة الأوقاف الدعوي والتعليمي ودورا مجتمعيا هاما جدا بالتعاون مع كل المحافظات في مشروع صكوك الأضاحي. نرحب مرة ثانية بمعالي الوزير وكل الضيوف الكرام الذين شرفونا في هذا اليوم، وبقول ان القليوبية اليوم في عيد فعلا بمناسبة هذه الزيارة الكريمة وهذا التعاون المثمر مع وزارة الأوقاف المصرية التي هي فعلا نبض المواطن ونبض الشارع في كل محافظة على أرض مصر. ويعني ندعو معالي الوزير الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة إلى أن يمتعنا بكلماته وتوجيهاته التي هي فعلا تلقى منا كل الاحترام والتقدير. شكرا دكتور علاء. شكرا أستاذ الدكتور. أولا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى رسل الله أجمعين. بداية بشكر معالي الوزير الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، وبنتمنى له وللمحافظة كل التوفيق، وأيضا بشكر كل قيادات المحافظة على هذا اللقاء وعلى ما يقدمون من جهد، وكل الشكر والتقدير للسادة النواب المحترمين نواب محافظة القليوبية الذين شرفونا اليوم ويسعدنا أن نكون معهم، وكذلك للسادة العلماء، ونسعد أن يكون معنا ممثلا عن الأزهر الشريف فضيلة الشيخ الدكتور سعيد عامر رئيس اللجنة العليا للدعوة بالأزهر في إطار القفلة الدعوية المشتركة التي تقوم محافظة القليوبية اليوم لتكامل العمل الدعوي مع العمل الخدمي. إضافة إن احنا طبعا بيسعدنا أن نهنئ محافظة القليوبية وقياداتها والسادة المحافظ كل قيادات المحافظة والسادة النواب وكل أهل القليوبية بالعيد القومي، متمنين لهم مزيدا من التقدم والرقي، مسمنين الجهود التي يبذلها السيد المحافظ وقيادات المحافظة في النهوض بها. والحقيقة أنا هنسيب موضوع الدعوة كاملا إلى موضوع الخطبة، وأظن إن شاء الله نسعد بوجود حضراتكم معنا، لكن في نقطة مهمة جدا
واحنا بنتحدث عن الهجرة اليوم من اهم ملامحها. ليه الهجرة؟ كان بدأ التاريخ في الهجرة لان هي كانت نقطة تحول، ربما اهم نقطة تحول في تاريخ الاسلام، لانها كانت تحول نحو بناء الدولة. بناء الدولة. وبالمناسبة لي النهاردة يمكن في صحيفة الجمهورية نازل عرض الكتاب فقه الدولة وفقه الجماعة، الفرق بين بناء الدول وبين نفعية الجماعات، في كتاب أخرجناه في وزارة الأوقاف معمول له عرض اليوم في صحيفة الجمهورية تحت عنوان فقه الدولة وفقه الجماعة. الهجرة كانت نقطة تحول نحو بناء الدولة، فاستحقت أن يكون التاريخ الهجري بالهجرة النبوية، مع أن هناك أحداث عظام في تاريخ الإسلام لأنها كانت نقطة تحول نحو بناء الدولة. وبالقدر النهاردة إلى جانب فقه بناء الدولة في مقال منشور في صحيفة الجمهورية، الحقيقة ده نتيجة لما أنا زرت عدد من المدن الجديدة، كان منها بداية مدينة الجلالة وكان منها مدينة العلمين، وأي حد من حضراتكم ممكن ينزل ويشوف كم التطور الهائل، حتى ما يسمى بالإسكان الاجتماعي اللي هو للمناطق الأكثر الأولى بالرعاية. هو أنا كاتب منظومة الإسكان ونقلة نحو المستقبل، هي ليس مجرد نقلة مكانية إنك بتنقل إنسان من مكان، لا ده هي نقلة حضارية بكل ما تعنيه الكلمة، لأن اللي بينتقل إلى المناطق الجديدة بيجد فرصة تعليم جيدة، يجد مرافق متكاملة، إنها مدن بكل ما تعنيه الكلمة. ناهيك بقى عن المدن كمدينة العالمين، مدينة الجلالة، ثم تجد بعد ذلك بني سويف الجديدة والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وأسوان الجديدة والمنصورة الجديدة ودمياط الجديدة. لا بصراحة الحاجة التانية، النهاردة أنا جاي أيضا في صحيفة الجمهورية كاتبة إحدى الصحف العالمية المعتمدة من البنك الدولي وصندوق البنك الدولي، اختارت وزارة المالية المصرية كأفضل أداء في الشرق الأوسط وأفضل وحدة إدارة في الشرق الأوسط، وده يعني ثالث دولة أسرع دول في النمو. إحنا بإذن الله لدينا أمل بصدق، ربما يمكن المتابع الجيد يدرك ذلك، انخفاض معدل الدين العام بالنسبة للناتج القومي، أمور كتير جدا حققت نقلة هي وراءها أمران. الأول والله واللي احنا كلنا بنادين به فضل الله وتوفيقه لهذا البلد، لأن ما حدث أقصى مما كنا نحلم به في هذه الفترة اليسيرة. أقصى المتفائلين كان ممكن يقول احنا نتحسن، بس بهذه السرعة وبهذه القوة وبهذه النقلة وتخرج من دولة كانت على شبح الإفلاس. وكنت أنا بزور إحدى القرية عندنا في مسقط رأسي، وكنت عايش وسط الناس ومعرفش الظروف كانت ايه، لكن كان عندنا قلت لهم الكهرباء كانت ايامها بتيجي من ساعتين لاربع ساعات، ولما تيجي ضعيفة، لا تشغل مبردات ولا تشغل. عانت الناس، كان الحصول على يعني لما كنت اروح اسافر البلد ايامها ابقى مقدرش حريص اخاف امشي بالعربية جوه البلد لان البنزين اللي فيها ممكن ما يرجعنيش وما لقيش بنزين. وكان معايا بعض السادة النواب، كان واحد منهم قلت له انت فاكر كان هو عنده بنزينة ايامها، كانت بتوقف الناس بالآلة عشان تنظم الناس على البنزينات، حتى لا ننسى ان احنا كنا فين واصبحنا فين. ده تحقق اولا بفضل الله عز وجل. الامر الثاني الحقيقة نسأل الله عز وجل ان يبارك في جهود السيد الرئيس الذي رؤية وبصيرة وعمل دؤوب على النهوض خارجا وداخلا. الدولة المصرية تسير الى الامام بقوة، وسيادة الرئيس دايما بيؤكد على ان وراء هذا الفكر شعب ايضا قادر على التنفيذ. واحنا الحقيقة يمكن ده بيبان في كل عملنا العام. احنا مثلا نموذج زي اللي قال عليه الدكتور على صكوك الاضاحي وتصاعده من 30 مليون ل 48 ل 105، الناس فيها خير بلا حدود. احنا مطلوب منا نعمل ايه؟ ننمي هذا الخير. وبالمناسبة انا بقول ان محافظة القليوبية وقيادات الاوقاف بذلوا جهود متميزة في موضوع صكوك الاضاحي وحققوا رابع اعلى مديرية في تحصيل الصكوك. بنقول لهم عندنا حاجتين، عايزين التوزيع يكون على نفس المستوى، الوصول للمستحقين الحقيقيين، لكن لا ننسى النقطة الاهم وهي ان احنا رسالتنا الاولى الدعوة. وبمناسبة الدعوة هقول حتة كده واختم بيها، لما بنيجي لاحظوا احنا كلنا بنقرأ الاية الا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا. الآية دي
هي في الهجرة، بس نزلت بعد الهجرة بكم سنة؟ بتسع سنين. يعني انت فاكر ان الآية في الهجرة نزلت بعد الهجرة بتسع ايه سنين؟ لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيستعد للقاء العدو من الروم في يوم تبوك، وكان عدد الروم ومن تحالف معهم من القبائل العربية كثير، وبدأت مسألة التخزيل والتخويف، وبأعداد الروم الرب العزة الآية اللي قبلها يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم. عارف كلمة اثقلتم دي؟ كأن أطام الحديد تاخدك لتحت. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما في الآخرة. لا، ده العذاب في الدنيا قبل الآخرة. عارف أكبر عذاب يعذب به الخلق؟ الذل والهوان والاستضعاف. وبالمناسبة دي في كتاب إن شاء الله يخرج هذا الأسبوع، هويتنا الواقية في زمن العولمة. عارف لما أقول لك الشخص ده ملوش هوية؟ الأمة لا هوية لها، يعني أمة ضيعة. أهي ده جزء من العذاب، إن تبقى أمة ضيعة كغساء السيل. يعذبكم عذابا أليما، ما قالش في الآخرة بس، دنيا باستضعاف وذل وهوان، ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصر الله. إلا تنصروه الآن، فمن نصره في الهجرة، وذكر القصة اللي هنتكلم عنها، قادر على أن ينصره في كل وقت. ولكن صحيح الآية كانت نازلة في غزوة تبوك، لكن بعض الناس وبعض الجماعات المتطرفة في الفهم تاخد كلمة انفروا على أن النفير للحرب فقط. لا، النفير ليس للحرب فقط، ممكن النفير للبناء، النفير للعمران، النفير للزراعة، النفير للتجارة، النفير للدعوة. طب ده في دليل، ده من القرآن نفسه. أصل في ناس فاكرة كلمة النفير يبقى تطلع بس ده. لا، ربنا قال إيه؟ وما كان المؤمنون لينفروا كافة. يعني إيه؟ أي لينفروا كافة في اتجاه واحد وهو اتجاه القتال. عندك الآن بقى في قوات مسلحة محترمة هي بتقوم بهذا الإيه؟ النفير. وقلنا ده حق لولي الأمر، لكن مش كلهم هيطلعوا في عندك قوات مسلحة. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. يبقى النفير مش فقط قتال، عمارة أرض، زرع، كون، بناء، حضارة، ثقافة. وادي ضن بقى الله ربنا قال فيه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ويعملوا ايه؟ مش يناموا، وينذروا قومهم. ده دوركم. هنا بقى اللي احنا بنقول لكم الآية دي، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله. أهل الدعوة نفرهم هو الدعوة. هتتقاعس يبقى عليك الآية دي، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا، والله على كل شيء قدير. ضن عد الناس إلى دين الله عدا جميلا، بلا إفراط ولا تفريط، بلا شطط. نواجه أمرين، التشدد والتطرف بكل ما تعنيه الكلمة وبكل أنواعه، وبنفس الوقت نواجه التسيب والانحراف والانفلات. وسيادة النائب أحمد بيه كان بيتكلم معايا على مواقع الفيسبوك، احنا بالمناسبة يعني الحمد لله ربك سبحانه وتعالى كعلامات يقيد لك بعض الناس، تقول بيقول في طفعة دعوية في وزارة الأوقاف في مجال التدريب، احنا شغالين على المجالين دول، منهم المجال الأول موضوع السوشيال ميديا والتحول. احنا بنؤمن بأن الدعوة الآن والشباب بيختطف عبر السوشيال ميديا، عشان كده عملنا مركز دولي معتمد في أكاديمية الأوقاف، وخرج دفعتين، والثالثة هتلتحق في 21 ديسمبر. والحاجة الثانية بقى إن احنا بناخد مجموعة من الشباب مع الهيئة الوطنية للإعلام، بيتم تدريبهم على التحدث، مهارات التحدث الإعلامي، بتنسيق بين وزارة الأوقاف
والهيئة الوطنية للإعلام وزارة التعليم العالي أساتذة كلية الإعلام. تم تخرج الدفعة الأولى من 15. بدأنا مع الأستاذ أسامة البهناسي في قطاع القنوات المتخصصة، بندفع بيهم في ندوة للرأي كل يوم 3-2 منهم المتميزين. مع الأستاذ عبد العزيز أول واحد منهم بدأ خطبة الجمعة الماضية على القناة الثانية، ثم ندفع بيهم مستقبلا، يبقى عندنا كوادر شبابية. غدا بإذن الله هنعلن أسماء ال 15 إمام التانيين اللي هتدخلوا الدفعة الثانية. إحنا بنهنئ حضراتكم بالعيد القومي وهنكتفي بده عشان الوقت، وبنستأذن السيادة المحافظ أو قيادات المحافظة في كتاب مهم جدا هنوزعه برضه. إحنا كل مرة كده بنوزع كتاب مهم قوي اسمه الفهم المقاصيري للسنة النبوية، وزع على السادة النواب والسادة المشايخ، وربنا يتقبل منا ومنكم. كل عام وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.